قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها وثقت وفاة نحو 39 مدنيا وإصابة 63 آخرين بجروح جراء أحداث عنف وقعت في ليبيا خلال شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أنها سجلت ارتفاعا حادا في معدل الإصابات مقارنة بالأشهر السابقة. وقد أوضحت البعثة في تقرير لها أن إجمالي الحالات الموثقة لديها من الوفيات والمصابين بلغ نحو 102 من الحالات. أشار التقرير إلى أن معظم إصابات المدنيين نتجت عن هجمات نفذت بواسطة سيارات مفخخة.